ومن هو غير مارتن هايدغر في إثارة الجدل، والذي زعزع كل نهج الفلاسفة السابقين؟ من هو هايدغر؟ لا زلت إلى اليوم أتساءل. يقول سقراط إن الحياة غير المدروسة لا تستحق العيش. لعل أكثر من أخذ بهذا الكلام ودرس كل جوانبه هو مارتن هايدغر، المفكر الأكثر إثارة للجدل في التقليد الظواهري، وأحد أبرز الفلاسفة في القرن العشرين. يعتبر هايدغر مفكراً وجودياً ثورياً، لأنه رفض نهج كل الفلاسفة والمفكرين السابقين، بدعي أنهم يحاولون وضع مفاهيم تفسر الواقع موضوعياً. يدعي البعض أنه بدأ العهد الثاني للفلسفة لزعمه أن كل السابقين أهملوا الحقيقة الأهم بالنسبة للإنسان، ألا وهي مداركه. فمعظم السابقين كانوا يحاولون دراسة الطبيعة على حقيقتها، لكن أحداً لم يجرؤ على البحث عن طريقة استيعابنا للطبيعة. فبعد كل شيء، نحن لا نستطيع أن نهرب من هذه المدارك، ولا يمكننا أن نتخلص من المشاعر كذلك. على الرغم من انتمائه إلى الحزب النازي لفترة وجيزة، وكذلك كتاباته المتفرقة المعادية للسامية، إلى أنه لم يعتذر علناً عن أي مما قام به، سوى ما ورد اعترافه لبعض أصدقائه عن ندمه على دخوله مجال السياسة، بقوله إنها أكبر حماقة ارتكبها في حياته. بعد الحرب أسقطت عنه تهم جرائم الحرب باعتباره مدنياً، لكنه منع من العمل الأكاديمي لما تبقى من حياته. من أصعب الأسئلة الفلسفية، لماذا يوجد أي شيء على الإطلاق؟ ما هي شروط الوجود؟ ما معنى أن نكون موجودين؟ هذه الأسئلة تقع ضمن الأنتولوجيا الوجودية، حيث تعني الأنتولوجيا دراسة كيفية وجود شيء ما، وبالتالي فإن الأنتولوجيا الوجودية تعني دراسة كيفية وجود الوجود نفسه. يجادل هايدغر إلى حد ما أن هذا ما كان يجب أن يكون السؤال الأساسي منذ الأزل، لأننا نفترض مسبقاً وجود كل شيء آخر نتحدث عنه أو أنه من المسلمات. وهذا موضوع يصعب توضيحه، خاصة لأن غالبية الفلسفة منذ الزمن القديم قد أهملت تماماً هذا الجانب، مما أجبر هايدغر على ابتكار كلمات ولغة جديدة من أجل تحقيق هذه الغاية، وكما سيأتي شرحه بعد قليل. يتركز موضوع نقاشنا اليوم حول أشهر أعماله الوجود والزمان، الذي نشر في عام 1927. هذا الكتاب يمثل محاولة في علم الوجود الأساسي، الذي يستفسر عن السؤال الجوهري للوجود من خلال استخدام طريقة تعرف باسم الفينومينولوجيا أو علم الظواهر، الذي ينطوي على التفكير في تجربتنا اليومية وتفسيرها لكشف تركيبتها ومعناها الكامن. بالنسبة لهايدغر، الاستفسار عن طبيعة الوجود بهذه الطريقة هو أمر مهم للغاية، ومن وجهة نظره فإن مسألة الوجود لم تطرح بأي طريقة دقيقة وموضوعية منذ زمن فلاسفة ما قبل سقراط. وبالتالي من منظور هايدغر، فإن حدود الفلسفة منذ نشأتها في العصور القديمة إلى العصر الحديث لم يكن لأي منها أساس حقيقي في واقعنا الوجودي. نحن ننظر إلى العالم على أنه مكون من علامات ورموز، على أنه في الأساس مكان ذو مغزى نقوم بفك شفرته كملاحظين لهذا العالم المنطقي من أجل فهم المعنى التجريبي للعالم من حولنا. في المقام الأول، نحن مهتمون باستكشاف سبب ظهور علامة أو رمز معين لمفهوم أو شيء معين، وما قد يعنيه تطوير هذا القرار
لهياكل السلطة الأساسية التي قد تكون موجودة هناك. يعرف هذا على نطاق واسع بالمقاربة الديكارتية لفهم العالم. سميت على اسم الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت، ما يعنيه أساساً هو ملاحظة العالم كمكان منطقي. نحن نفكر في النهج الديكارتي ليكون خالياً من الفرح والعاطفة قليلاً في فهمنا وتفسيرنا للعالم. ومع ذلك فإن تجربتنا في العالم ليست منطقية أو علمية بالكامل. على مستوى أساسي للغاية من الواضح أن إحساسنا يلعب دوراً كبيراً في كيفية تفسيرنا للعالم. علاوة على ذلك فإن عواطفنا لها تأثير كبير على تلوين قطعة الشظايا الثقافية التي تتدفق إلى أدمغتنا. لا مفر من النظارات الكانطية حسب هايدغر. يقترح النهج الديكارتي أن هذه المشاعر، هذه العيوب في حواسنا، هي مشتتات عن المعنى الحقيقي للعالم الخارجي. يفترض النهج الديكارتي أن العالم خارج أذهاننا له معنى محدد، وبالتالي فإننا نفسر هذا المعنى بشكل معيوب. من ناحية أخرى، الظواهرية في الأساس تشير إلى أن المعنى لا يظهر إلى الوجود إلا بالعلاقة مع حواسنا وعواطفنا ووعينا. لذلك فمن جهة لدينا المقاربة الديكارتية التي تفترض أن العالم له معنى صحيح، ثم نعالج بعد ذلك بشكل غير كامل إلى حد ما. بينما من جهة أخرى يشير النهج الفينومينولوجي إلى أن الاثنين يتحدان في الواقع، وأن تفسيرنا للعالم المحيط يتطلب أن نقر أننا جزء مما يعنيه العالم من حولنا في الواقع. لإعطاء مثال، عندما نفكر في أشكال الفن مثل الشعر والموسيقى والنحت، فلا مجال للموضوعية في إدراكها، ومع ذلك فهي حقيقية جداً بالنسبة لنا، ولها أن تؤثر على كيفية رؤيتنا للعالم. المنهجية الديكارتية إذن تقترح أن هناك معنىً صحيحاً للأداء الذي تتم مشاهدته، وأن كل هذه الأشياء الأخرى هي إلهاء عن هذا المعنى الحقيقي. في حين أن الفينومينولوجيا تقترح أن تلك العناصر الأخرى مثل تدخل عواطفنا هي في الواقع جزء من معنى تلك القطعة الفنية، لأن معنى الأداء لا يتواجد إلا كما يختبره الإنسان. ويزداد الأمر تعقيداً، لذا فإن فكرة ظهور المعنى من خلال العلاقة بين العالم الخارجي وحواسنا ومشاعرنا ليست سوى فهم مبسط جداً للظواهر. بينما نتعمق في الأدبيات الأكاديمية، ما نجده هو استكشاف لكيفية تأثير مشاعرنا الخاصة على وعينا وعلى كيفية فهمنا للعالم من حولنا. عندما نتحدث عن الفينومينولوجيا بهذه الكلمات، أعتقد أنها قد تبدو شديدة التعقيد ومربكة للغاية. كيف يؤثر وعينا على استيعابنا وتفسيرنا للعالم من حولنا؟ دعونا نستخدم مثالاً، وهو أن ننظر إلى عنصر الوقت في وعينا، لأن الوقت من الواضح أنه جزء كبير من كيفية تجربتنا للعالم، ومع ذلك فهو ليس شيئاً يمكننا رؤيته أو سماعه أو لمسه أو شمه، وهو بالتأكيد ليس شيئاً يمكننا الشعور به عاطفياً. من الواضح أنه يمكننا قياس الوقت باستخدام مفاهيم الساعات والثواني والدقائق، لكن كيف نختبر الوقت كتجربة معيشية واعية؟ فهذه لا ترتبط دائماً بتلك الساعات والدقائق كما قد نتوقع. نتحدث عن الوقت عند المذاكرة عندما نستمتع ونتحدث عن الوقت. عندما نتحدث عن الوقت بشكل ظاهري، فإننا لا نتحدث عن تلك القياسات المنطقية الديكارتية للوقت، بل عن تلك التجربة البشرية. عندما يكون لدينا امتحان ولدينا 48 ساعة فقط لنحضر له، من طريقة شعورنا بالوقت فهي فترة زمنية قصيرة جداً. ولكن عندما تريد عبور الشارع قد تكون دقيقة واحدة وقتاً طويلاً جداً. يعتمد تصورنا للوقت على الموقف الذي نحن فيه وما نريد تحقيقه.
لذلك فإن هايدغر هو فيلسوف نفسي ووجودي فيما يتعلق بموضوع الإدراك، باعتبار الأخير مركز كل شيء بالنسبة لنا. لا يمكن لشيء أن يوجد إلا من وجهة نظرنا، وأي وجود له بعيداً عنا هو غير ذي صلة تماماً. بل ومن غير المنطقي ذكر الأشياء كما هي، لأن هذه هي الطريقة التي نسلط بها الأشياء على أنفسنا، والأشياء تتغير في طبيعتها بالنسبة لنا اعتماداً على وجهة النظر التي نراها فيها والسمات التي نلاحظها. وهذه تؤدي مباشرة إلى نقطة إضافية من هايدغر، أن الشرط الأساسي لوجود الشيء بالنسبة لنا هو الوقت. بعبارة أخرى، من أجل وجود شيء لنا حتى نخرجه من الخفاء إلى الوجود، فإننا نجعله حاضراً لنا من خلال تقديمه لوجهة نظرنا في اللحظة الحالية، فإننا نؤكد على سمات أو جوانب معينة من الواقع لأنفسنا في نقطة زمنية معينة. والحقيقة تظهر وتخفى بالتعاقب، لأننا لا نستطيع إلا أن نرى شيئاً واحداً في كل مرة. ومن هنا جاء عنوان كتابه الوجود والزمان. لكن لماذا هذا أمر مهم؟ دعونا نلقي نظرة على مثال. ما يحير الناس في بعض الأحيان من حقيقة أن عالمنا التكنولوجي الذي يهدف إلى زيادة السعادة البشرية قد ولد أيضاً ظواهر جديدة مثل الأسلحة الحديثة والحروب المتطورة والإبادة الجماعية وتدميرنا المستمر للبيئة الطبيعية. ولكن من منظور هايدغر كل هذا منطقي تماماً، لأن طريقتنا الفكرية في إدراك الأشياء تسير دون أي فهم عميق لطبيعة الوجود. لذلك بقدر قيامنا بأعمال جيدة ليس بالأمر الغريب أن ننتج هذا القدر من الدمار، لأن كل عالمنا لا يسترشد بأي فهم مدروس لطبيعة وجودنا. في هذا الصدد يمثل مسعى هايدغر محاولة لمعالجة هذا القصور من خلال فتح هذا السؤال المهمل منذ فترة الأزل: ما هو الوجود؟ في التفكير الفينومينولوجي في هذا السؤال يميز هايدغر الوجود فيما يسميه الدازاين. تسأل ما هو الدازاين؟ هو أن تسمح للشيء الذي يظهر نفسه أن يرى من خلال نفسه. نعم، هذا كلام مضحك بقدر ما هو مربك، لكن الترجمة الحرفية من الألمانية هي أن تكون هناك، أو بتعبير آخر الوجود. يمثل هذا المصطلح محاولة لتصور الوجود من حيث الوحدة الأساسية للتجربة الذاتية والعالم الموضوعي، دون السقوط في أي افتراضات ثنائية حول كيفية عمل الواقع. إن الوجود في العالم يعني ما نحن عليه وما هو العالم، فهما مرتبطان بشكل وثيق، بحيث لا يوجد شيء من قبيل أن العالم بعيد عن تجربتنا، بمعنى أن تجربتنا لا يمكن فصلها عن سياق العالم الاجتماعي والطبيعي الذي نحن فيه. عند الحديث في هذا الموضوع فإننا نتذكر أعمال مفكرين مثل ديكارت وكانت وآخرين، الذين كان جل تفكيرهم في محاولة فهم الطبيعة ومن ثم لاحقاً فهم علاقة الإنسان بها. فديكارت بعدما أزاح كل شيء يدركه قال: أنا أفكر، إذن أنا موجود. استخلص على أنه يفكر، وهو حجر الأساس لإثبات نفسه، ومن ثم بنى كل منظومته الفلسفية عليه. لكن نقطة النظام لهايدغر ضد كلام ديكارت أن هناك شيئاً هو قبل التفكير، ألا وهو الدازاين أو الوجود، أي بمعنى آخر أنا موجود إذن أنا أفكر. لذلك ما يعتبر ثورياً في نهج هايدغر أنه ألغى الموضوعية والشخصية ككيانين مستقلين واعتبرهما كياناً واحداً، أو الوجود في العالم، وقد دمجها بكلمة واحدة. لذلك وكما تلاحظون معي، فمن الصعب للغاية التعبير عن طبيعة الوجود بهذه الطريقة الجزئية، لأن اللغات غالباً ما يتم تنظيمها من حيث صياغة الجمل التي تختلف موضوعاتها عن مكوناتها النحوية،
التي تميل تلقائياً إلى تحريف فهمنا نحو رؤية العالم الموضوعي على أنه قابل للفصل من تجربتنا الشخصية في ذلك. فمثلاً عندما نحاول أن نقول جملة مفيدة فإننا نعبر باستعمال الضمائر والأفعال والظروف، كل منها بكلمة منفصلة، وبالتالي الفصل بينها يصبح لدرجة أن مداركنا تعتقد أن كل منها كيان معزول. تلك الجزئيات من التعبير التي لا تستطيع اللغات بشكل عام إيصالها من خلال الكشف عن شيء ما والتأكيد على أهميته وإخفاءها لشيء آخر أو التقليل من شأنه هو واضح بشكل خاص في طبيعة اللغة. ويؤكد هايدغر حقيقة أنه من خلال الاستفسار في الأنطولوجيا الوجودية نستطيع الإجابة على السؤال الذي طرحناه: لماذا يوجد أي شيء على الإطلاق؟ والإجابة بالنسبة لهايدغر هي لأننا نجلب الأشياء إلى وجهة نظرنا الحالية، أو بتعبير آخر أن نجلب الأشياء إلى وجهة نظر الشخص الأول. في الوجود والزمان، استخدم العديد من المصطلحات التقنية المعقدة، العديد منها عبارات طويلة متصلة تجعل فلسفته كثيفة وصعبة، وكما تقول النكتة هايدغر لا يترجم حتى إلى الألمانية. تتعلق أحد تداعيات فكرة الدازاين بطبيعة الحقيقة، لأنها تتطور من تحقيق هايدغر الفينومينولوجي. يستخدم هايدغر الكلمة اليونانية الكلاسيكية أليثيا للدلالة على فكرة الحقيقة هذه. تترجم أليثيا إلى الاكتشاف أو إظهار الحقيقة. وبالحديث عن اليونان فتجدر الإشارة إلى أن هايدغر قد تأثر كثيراً بالإرث الفكري اليوناني القديم، وخاصة مفكري ما قبل سقراط من فلاسفة كطاليس وفيثاغورس وفيلوميثوي كهوميروس وهوسيدوس. ولذلك منهج هايدغر الفلسفي بعمومه استقى الكثير من أفكار هؤلاء القدامى. بالعودة إلى أليثيا، تظهر لنا الحقيقة الظاهرية لوجودنا بنفس الطريقة التي تظهر بها الحقائق الإدراكية. فكر في استكشاف غرفة مظلمة بمصباح يدوي، بينما نسلط الضوء إلى إحدى الزوايا تبقى الأجزاء الأخرى من الغرفة في الظلام. يمكننا بالطبع تحريك المصباح لإلقاء الضوء على تلك الأجزاء، ولكن بعد ذلك ستعود النقطة الأولى من الغرفة إلى الظلام. حقيقة وجودنا تعمل بنفس الطريقة الأساسية. نظراً لأننا موجودون في هذا العالم، فإن إدراكنا للحقيقة دائماً ما يكون منظورياً لرؤية الأشياء من وجهة نظر معينة، وتتشكل من جميع جوانب وعناصر اندماج عالمنا. وبالتالي فإن كل حقيقة نختبرها تخفي أيضاً حقائق أخرى محتملة. لذلك تتكشف الحقيقة من خلال عملية مستمرة في الإظهار والإخفاء. بالرغم مما إذا كانت الافتراضات تتوافق مع الواقع أم لا. من المثير للدهشة إذن إن إحدى وظائف الحقيقة هي إخفاء الأشياء. بسبب هذا في الفصول اللاحقة من كتاب الوجود والزمان، أعاد هايدغر صياغة الطريقة الظاهرية من حيث التأويل، والتي هي من حيث النشاط الدوري المستمر لتفسير تجربتنا اليومية لإلقاء الضوء عليها. المعنى الذي يؤثر حتماً على كيفية عيشنا للحياة، والتي تؤثر بعد ذلك على الدورة التالية من التفسير وهكذا. هذا العنصر التأويلي الدوري لظواهر هايدغر يضع البحث في الوجود مشروعاً لا نهائياً بدون أي نقطة نهائية محددة. بالعودة إلى الدازاين، فعلى الرغم من أننا موجودون في هذا العالم، فنحن لسنا فيه بشكل مختلف أو محايد. بدلاً من ذلك، فإن وجودنا في العالم هو دائماً مسألة رعاية، والتي تعتبر بالنسبة لهايدغر بعداً أساسياً للدازاين، ولكن على عكس الرعاية بمعناها المعتاد. لرعاية هايدغر فكرة واسعة جداً تتضمن معاني سلبية مثل العداء والكراهية، فبطريقة ما يهتم المرء بشدة بما يكرهه،
ويشرح معنى الرعاية بشكل أكبر من حيث الأبعاد الثلاثة المترابطة التي يسميها تركيبة الرعاية. البعد الأول لتركيبة الرعاية هو الواقعية التي تتعلق أساساً بمعطيات حياتنا، بأننا نسكن أجساداً معينة وليس أجساداً أخرى. إننا ولدنا في فترة تاريخية معينة وليس فترة أخرى، وهكذا دواليك. بالنسبة لهايدغر، أحد أهم العناصر الأساسية لواقعنا هو ما يسميه الإلقاء، وهو ما يشير إلى أننا ألقينا في هذا العالم، في هذه الحياة على ما يبدو، دون أن نخير في هذه المسألة. العنصر الثاني في تركيبة الرعاية هو السقوط. يتعلق السقوط بالطريقة التي نعيش بها حياتنا في الغالب بشكل أساسي في حالة من عدم الأصالة، حيث ينتهي بنا الأمر إلى العيش وفقاً لما يطلبون منا فعله في الغالب عن طريق تقليد الآخرين دون تفكير، إطاعتهم على سبيل المثال. نأخذ الفيتامينات لأنهم يقولون أن علينا تناولها، أن نحمل المظلات لأنهم يقولون أنها ستمطر، وهكذا. يتعلق السقوط بشكل أساسي بكيفية سقوطنا من مصائرنا العميقة وإمكانياتنا في الحياة، في الغالب عن طريق التقصير في الطريقة التي تم بها توجيه الأشياء لنا من خلال قوى وديناميكيات مجهولة التي يسميها داسمان. يتضمن العنصر الثالث والأخير من تركيبة الرعاية ما يسميه هايدغر الأصالة. الأصالة هي الدرجة التي تتوافق فيها أفعال الفرد مع معتقداته ورغباته على الرغم من الضغوط الخارجية. بالنسبة لهايدغر، الأصالة هي أكثر إمكانات الكينونة الذاتية. في الأساس يتعلق الأمر بإلقاء نظرة على أعمق إمكانات المرء الفريدة في الحياة واستغلالها. مما ذكرناه في الفقرة السابقة، فإن الأصالة لا تتعلق بالأمانة أو الصدق بقدر ما توحي به الكلمة. بدلاً من ذلك، في الوجودية فإن الأصالة هي نوع من التعبير بين كيفية عيش المرء وما يمكن أن يكون بين واقعه وإمكانياته. لكن في بعض الأحيان يخطئ الناس قراءة هايدغر من خلال الخلط بين الأصالة والقدرة على امتلاك رؤى ظاهرية لطبيعة الوجود. لكن هايدغر يوضح تماماً أن الأصالة تدور حول علاقة المرء بإمكانياته بغض النظر عما إذا كان هذا يأخذ شكل امتلاك رؤى ظاهرية أم لا. من الممكن تماماً أن يكون الشخص متطوراً فكرياً أو فلسفياً تماماً، ومع ذلك يبقى شخصاً مسيطراً عليه لافتقاره للأصالة، مثل ما عبر عنه في انتمائه إلى منظومة هتلر، ومن ثم لاحقاً قوله إنها أكبر حماقة ارتكبها في حياته. أخيراً، يتعلق القسم الثاني للوجود والزمان بالاستمرار في الأسلوب التأويلي في ضوء مسألة المؤقت. هنا يتناول هايدغر مسألة الفناء، وهذا مهم لتحليل هايدغر لأن الموت هو أحد الحدود الرئيسية الوقتية للدازاين في إحساس الموت، وهو بالضبط ما يحدد وقتنا في الحياة وما الذي يجعل حياتنا كاملة بدلاً من لا نهائية في البداية. من الصعب أن نرى كيف سيتمكن هايدغر من الوصول إلى ظاهرة الفناء، لأن أي منا لم يمر بتجربة الموت الكاملة من أجل التفكير فيه والتعبير عن معناه. ومع ذلك يحدد هايدغر نوعاً من التجربة الشخصية للفناء في شكل توقع موت المرء، تجربة الشعور بقربه والواقع بطريقة شخصية للغاية، ثم يفسر معنى هذه التجربة في ضوء نموذج الرعاية من حيث الواقعية تجاه الموت هو مجرد جزء من إلقاء الدازاين. يحاول أحد معطيات نصيبنا الوجودي من حيث السقوط في الجزء الأكبر من التصميم باستمرار تجنب مواجهة هذا الواقع بطرق مختلفة غير أصلية، مثل تهدئة أنفسنا بشأنه، مما يجعل التحدث عنه أمراً غير مهذب وغير مقبول اجتماعياً. يقول هايدغر:
إنهم لا يسمحون لنا أن نتجرأ على أن نقلق لمواجهة الموت. ومع ذلك، من حيث الأنتولوجيا الوجودية، فمن الممكن تماماً للدازاين أن يواجه حقيقة الفناء وجهاً لوجه. في الواقع، هذا الاحتمال بالتحديد هو الذي يضفي على الوجود الحقيقي قوة ملحة في حياتنا. ففي النهاية، دون أن ندرك مدى عابر وجودنا، نميل دائماً تأجيل العيش بشكل أصلي إلى نقطة غير محددة في المستقبل. فكما يقول هايدغر، اتضح أن الوقت للعيش لاغتنام الإمكانات الكامنة في كياننا والانتزاع أنفسنا من الضياع هو دائماً الآن في الوقت الحاضر، خاصة وأن عدم معرفة متى النهاية تعني أنه لا توجد لحظات أخرى مضمونة لنا ضد القلق. لذلك، فإن الوقت المناسب لكي نكون فيه على قيد الحياة هو دائماً الآن. نشكر متابعتكم أعزائنا المشاهدين، ونتمنى أن ينال هذا الفيديو أعجابكم. نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم جديدنا أولاً بأول.